شفت ابنك عمل ايه يا فريده هنا؟ انت اتجننت؟ انت ازاي تكلمني كده؟ طب اعمل ايه في نفسي؟ اضرب نفسي طلقتين عشان ترتاحوا مني وتفضل خالب بيه؟ بقول لك ايه؟ اتكلم معايا عادل يا اما تمشي من قدامي دلوقتي حالا. اهدى يا حازم، في ايه؟ مالكش دعوه انت يا اشرف. خالد بيه خد مراتي وراح الغردقه. قال ايه بيهدلها اعصابها؟ والاتنين سافروا من غير ما يستأذنوني على اساس ان انا كيس جوافه. بس الغلطه مش غلطته. الغلطه غلطتك انت يا هانم، عشان انت اللي خليتيه لامر الناهي في حياتي وفي حياتنا كلنا. يا ابني اكيد في سوء تفاهم. بلا سوء تفاهم ولا عرف بقى. بقول لك ايه؟ امشي من قدامي دلوقتي حالا، ولما تعرف انك ليك ام وتعرف تتكلم معاها كويس يبقى اتكلم معايا. هو في ايه؟ هو انا مش ابنك زي ما هو ابنك؟ لو انا مش ابنك قولي لي عشان استعين. اوحش احساس في الدنيا انك تحس ان امك ما بتحبكش او بتفضل اخوك عليك، وده احساسي طول عمري على فكره. يا ابني أنا ما بحبش حد أكتر من حد. أنا كنت كل اللي عايزاه إن خالد يبقى زي أبوكم. بعد أبوكم ما مات أنا مش هفضل عايشة على طول. كنت عايزة للعيلة دي قائد يجمعها وياخد باله من مصالحها. أنا لو حصل لي حاجة دلوقتي والعيلة دي ملهاش كبير، العيلة دي هتتفجر ومصالحها كلها هتضيع، وكل اللي عملته أنا وأبوك الله يرحمه هينهار. حاجة غريبة أوي يا أم، من ساعة ما أبويا مات الله يرحمه وأنت عارفة كويس أوي مين اللي شال الشركة دي على كتافك، ورغم ده كله ما خليتنيش أنا أدراعك اليمين القائد زي ما أنت بتقولي. قررت ان خالد هو اللي يبقى دراعك اليمين والقائد بتاعك، بس للاسف بقى دراعك اليمين مقطوع وهو اللي مدمرنا كلنا. انا هتكلم مع خالد وهعرف منه الموضوع بالظبط، واكيد الموضوع فيه غلط. حتى دلوقتي مش قادره تشوفي خالد غلطان، مش قادره تقبليها على نفسك. اوعي تكوني فاكره ان انا هقعد استنى لما اشوف خالد بيه هيعمل ايه. أنا هروح أجيب مراتي من شعرها وأعرفها يعني أنتي متجوزة راجل. آه، ومن النهاردة مفيش بني آدم على وجه الأرض هيقول لحازم هنداوي يعمل إيه وما يعملش إيه. الحقوا الحقوا، ده مجنون ممكن يعمل جريمة.